يا خير يا معافين يا خير معكم حاسم شي الحمد لله الحمد لله معكم سالم ولا عبد الله من المنظمه العربيه لمدن النظيفه احنا عندنا هون حمله لبناء مراحيض عموميه في الشوارع بصفه عامه معدل دراسه دراسه جابت ان انتم الشارع هذاك والله الكارتيه اللي يجي فيهم هذا انا ما عندي دخل فيه بيدي كاري معكم ولا كاري سوى هذا حد يشبر هذا قدامنا الراهم على كل حال اللي مدهي شيء نحن عندنا عقد هون يلا يوقعون حد نحن عندنا عقد هون لا انا ماني طالع عليه شوي بجد انا ماني مالك السلام عليكم قد يقيمني مدى الدار مع الصباح اقول لي مرق داري خليها اسمع يا خير انتم هون مقام وفوا انتم ماذا نجيكم انا وتو انتم هون مقام المالك لا لا بكم اللي ما فاديتو هو فيه شوف فاديتو هو 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 القانون واضح في المجال هو شوف واضح تماما انا عم بير ودبي ما عنده اي روايه ايا كان يا قاد هذه انتم اللي تعدوا لا علمتوا قاعد بها اللي راح منتشره في نواكشوط بصفه عامه المراحل تفرق لا انت الفن على احمد الاسحاق اللي معني بالامر والمالك نقول له انا قلت له دائما الله هو مقاوي هو اللي دايره منادم على الديار ويشيل يقبض كرايهم هو ومغربي معه توقع انتم النيابه عنه تو؟ لا بمسؤوليه ما تعنيني اطلاقا ما تعنيني سلطه ونفعه انا قاعد هنا تكاري انا كاري ما قدرت اتحكم في بلاد مده ها هو هذا مرخص و منظم ما عنده شيء انا لهنا عيط له للدار حالا يجوني غرق يعني انت من حالا على حمد الحق نقول له شنو حالا اسمع ومنين يجيني بينكم معاه يا ولد احنا حال فاصلين ما هم ضايقتني احنا فاصلين في منكم لا توقيع فعلا قارقه وهم قراشي تقعد تعود هو شوف هو راعي هو ما متحطهم وما يقفل في المقرات السلام عليكم شوفوا شوفوا هو اللي يعد بالشكل هذا فاهمين هو اللي يقبض لا نفسي المساحه هذا قال عندي انا قاعد يودي انتم مستفادين منه باش شوفوا بند انا عندي ثلاث مراحل هناتي تقل هذا عمومي هذا الناس المرقب أقدر في شيء أنا منين يوافقوا عليه هذا الدار أنا ما أقدر في شيء لي أقلاق ومنين ما وافقوا عليهم وهم البنود هنا تياها شوف أنتم يا أخي أنا بنود سيسي باوتش منظرني سوسي حانك تسمعوهم هم أرامكم فيهم قاعدة لكم أنتم أنا نعرف تسمعوهم بنود عندي أنا في كراي بيني أنا والناس وذوك البنود ما فيهم ذلك ستوف يا قرر إن أنت تسمعوا بنودهم هم فيهم استفادة لكم أنتم يا غير أنا ما نقرر كم ولاك انا ما قرر تكون كم زمنهم انا في هنا تم 2011 2013 وش تحكم انا ما قرر حكم ان اشتغل هون ما قرر ما قرر اطلاقا يا غير منين يجوا هذ الدار حتى انت منهم منين يجوا يا كان بروبليم كان العمال ليش معصبح انا جاي هون لين اطرح انا السلام عليكم خلوا لي الادريس خلوا لي النمر هو هذا ايوه راح اني نلتحق بكم حال ان اطرح تصميمه جايكم شوفوا هم البنود حنا نسمعوا بعد البنود هي الأولى تتحمل طبعا المنظمة تكاليف بناء المرحاض وتجهيزه اشبه تجهيزات طبق المعايير المطلوبة طبعا هذا ما زايد على ذاك المنظمة تدفع نسبة 30% من فواتير الماء والكهرباء تدفع نورمال يدخل صاحب صالح المرحاض اللي تعودوا انت توقعوا تعودوا انتوما في السحب على المرحاض الذهبي وهي منظمة للعام في مقاديشو يزاد هو هذا فات وعدل في عدة دول عربية وجاب انتوما لا تلتزموا به عرفان من هو ماني أنا محمد ميدة أخير فنان أخير اسمع تسحبوا الواد وتيشي مندرني سوسي ما لو ودي بشخصية تلوبدوا بعد مساري تعدل توضرك اللي خايفين الواد تخلق بيني أنا وراش اللي يدوى علي ما ظهر زين الدشرة البلد دواء علي كانت قبل انه تبروا شراها من عندي والله شراها من عند وراثتي انتم بعد انا عندي بنود فنان انتم بعد فنان مهم عندكم شوف النظرة العامة خليني نعيط يا بون الناس يجوا لهالدار شوف قال حنون يعني نقول لكم انا شوفوا
محمد محمد جواش هم انتم قاعد لا توقعوا ديالهم تو هنا انتم قلتوا دخلوا شوفوا بعد التصميم شفتانا راعي فيه انا فنان فنان يلا بعد مهم عندكم مهم عندكم مهم عندكم شفتانا بدون ما تعطونا اسم فلان في غارك قال هو اللي عنده ذا الشكل سيناتر انا فنان هو اللي عنده ذا الشكل اسمع راعي فيه شادي فيه ودرست لاني شفت وجهه عاد يا غير انا شخصيا ما قد نقبلو بيدي ما عنده فيها الحق لو كان انا لابد داري صمت لو كان بيدان وصلنا اخي ما داري نوقع له شوفوا خلينا نوقع له فنان خلينا نقول لكم شوفوا السلام عليكم انا ماني قادر بسم الله الرحمن الرحيم الله يتمساك ناسها على كل حال أراني من الشعب الموريتاني بمناسبة شهر رمضان الكريم راجع إن شاء الله يعود الله علينا بالخير واليمن والبركات وراجع إن اللي تموا الخلطة لهم إذا تلاوي عدوا رواية ذكي اللي بعد يواصل حالة الناس باش تحاضر راجع شوي